مرحبا. اذا في فيديو اليوم من ماينكرافت يا شباب قررت اني اجمع لكم جميع حلقات سلسلة الثقب الاسود الشرير من بعد ما كثير منكم طلب مني اني اسوي هذا الفيديو. فالكل الان لازم انه يضغط على زر اللايك ويشترك في هالقناة وينشر هذا الفيديو لكل اصدقائه، عائلته، اقاربه، اصدقائه بالمدرسة، اصدقائه بالحارة، بكل مكان انشروا هذا المقطع. وبس يا شباب ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك، مشاهدة ممتعة. انقلوا من هاي المدرسة، كرهتوني بالمدرسة، كرهتوني بالمدرسة. زهقت منكم انا كثير كثير كثير، اطفال اغبياء. واو، واخيرا واخيرا طردونا من المدرسة. نعم والله هذا اجمل اشي بصير معانا لليوم. والله انقلع. اي 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 طردوني انا كمان، ياي. الان صار في وقت للاسترخاء. نعم احنا بنحب لما يطردونا من المدرسة عشان احنا بنروح وبنلعب وبنستمتع. نعم نعم. يلا يا زعرور تعال معي، تعال معي. وين وين يا كركور؟ دا روح المنزل. هاي في حفلة للنمل، بدي اروح انا ارقص معاهم. انا ما بحب النمل ابدا ابدا، انا بدي اروح. هاي استنى شوي، ايش مالك يا كركور؟ هاي لا تنسى اللي حكيت لك عليه اليوم، بالليل بدنا نطلع وبدنا نلعب بالحديقة. طيبة ايه ماما ما بتوافق؟ اقصد ايه شو اللي حكيته؟ امك ما بتوافق؟ انت امك محاكمة عليك وراح تكسر راسك كسر. لا 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 ما قصيدة، ما اقصد ماما. طيب خلاص كركور رح نطلع بالليل. طيب يلا باي باي، مع السلامة. يلا وانا كمان بدي العب بالبلايستيشن. يا سلام. والله ماما ما بتخلينيش اطلع بالليل، بس يلا بحاول اني اهرب. يلا 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 خليني اروح على المنزل. يا سلام، هيني انا الان جهزت الطعام اللي رح ياكله زعرور لما يروح من المدرسة. اهلنا رمضان يا شهر الغفران، شهر الاحسان رمضان رمضان. اوه والله احمد كتير كتير يعني اشتاق لرمضان، ولانه رمضان اقترب هو فرحان كتير كتير كتير. ايه شو هذا الصوت؟ هذا جرس المنزل. افتح يا ماما، افتح افتح يا ماما افتحي. تفضل يا زعرور، كيف كانت المدرسة اليوم؟ ليش مروح بدري؟ مروح بدري يا ماما لان المعلم اعطاني 10 علامات زيادة وحكالي انت الك اجازة لانك شاطر كثير وذكي. اكيد اكيد كذاب، انا متأكد 100%. وانا كمان، بس يلا عادي، شتوري شتوري. ماما حبيبتي، يلا يلا هي الطعام بستناك. ياي في كارن فليكس. يا سلام لام. نوم يا زعرور، جبت لك كل اشي انت بتحبه. يا سلام، خليني بدي اكل كارن فليكس. ماما ايش هذا؟ منتي الصلاحية يا ماما؟ والله مقرف. اهلنا رمضان يا شهر الاحسان. هي احمد دلكش تغني انت، صارعتنا. انا فرحان لانه رمضان قادم يا سوسي، وباقي له يومين فقط لا غير. والله يا ماما انا بس بدي اكل بس شاورما برمضان. ايه شو قصدك؟ انا بدي اصوم عن كل يعني عن كل الطعام برمضان، لكن رح اضلني اكل شاورما. لا 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 يا زعرور، شو بتتهبل انت؟ ولا ايش يعني؟ برمضان لازم ما تاكل اي اشي وما تشرب اي اشي الا لما ياذن المغرب. وال طيب رح اموت من الجوع انا يا ماما. هي زعرور هيك رمضان عشان صحتك. طيب بدي اعبي انا طعام من الان، بدي اعبي طعام انا من الان. مفكر حاله الجمال هذا اللي اسمه زعرور. واو بدي اعبي انا، بدي اعبي بطوني، بدي اخليه زي مخزن الطعام.
رائع. هي ماما ماما بدي أسألك سؤال وأنا قاعد باكل، إيش مالك يا زعرور؟ يعني لو الواحد طلع بالليل يلعب مع أصدقائه يعني شو بصير؟ بكسر راسه أنا، أمه بتكسر راسه. ليش يا بس بسألك، ليكون بدك تطلع؟ لا لا أعوذ بالله، الأطفال اللي مش مربيين بيطلعوا بالليل، نام هيك عارف. طيب لو مرة واحدة طلعوا بصير إشي؟ بكسر راسه تكسير. ايه خلاص طيب ماشي ماما، مع السلامة، خلاص ديش عبي اكل. يلا يلا، اهلنا رمضان ويا شهر الغفران شهر الاحسان. هاي انا بدي اغني فقط رمضان ورمضان، وفي المساء هذا ما حصل. يلا يلا يا زعرور خلينا نلعب، يا وتأخرت علي انت كتير كتير. يلا يا زعرور ولك اسكت اسكت، فضحتني اسكت. يلا يا زعرور تعال انزل، ولك ماما بتسمعنا؟ ايش خلاص عيني نازل نازل، خليني بدي اشوف ماما. والله ماما اذا مسكتني رح تعلقني من اذني والله العظيم. وين ماما؟ ماما مش نايمة، ماما بغرفتي، لا كمان مش بغرفتي، خليني انزل. لا 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 لا. اوه ماما جالسة بتجلي الصحون، هي رح تطول كتير كتير، فعشان هيك انا لازم اطلع. بابا مش موجود هون، بابا طالع مع صديقه ابو كركور. هاي ماما وانا لا 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 لا. يلا 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 يلا, يلا. اطلع اطلع اطلع. ياي واخيرا هيك طلعت، فكرت امك هي اللي منعيتك انك تطلع برا المنزل؟ لا لا طبعا لا، ماما ما بتمنعني ابدا ابدا. يلا يلا تعال معي كركور خلينا نلعب. يلا يلا خليني انا بدي اشغل اغنية دق 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 من ملعب. انا ايه شو بتحكي انت؟ ولك بدي احط اغنية دق 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 من في الجاب جلجر جلج، ولك ايه تخبص قصدك دق 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 من في الباب؟ نعم هيدا اللي بحكيها. طيب يلا شغلها زيك دق 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 من في الباب. انا تيتا يا اصحاب قلقل انا فعلا اسقط. خليها تغني لوحدها، انت ما بتعرف تغني. خلاص سكر. طيب ماشي يلا خلينا احنا نلعب، خلينا اسوي انا زيك. يلا وانا كمان بدي العب بالرمل. العب العب العب. استنى شوي، شو هذا؟ ليش بتطلع فيك زيك؟ مين عن مين بتحكي؟ زعرور يا كلب والله لا كسر راسك تكسير. والله انك مسكين، والله انك مسكين. اي يا ماما انا بهدلتك اليوم، انا رح اكسر راسك. والله انك مضحك يا زعرور. لا ماما لا، ادخل ادخل ادخل، والله لو ارجيك يا كركور. جد انك فاشل، والله انك فاشل، فشل فشل فاشل 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 فاشل. ادخل انت، هاي المرة ما رديت علي ابدا ابدا، انت محروم من المصروف لمدة اسبوع كامل. ايه جد انك واحد فاشل، امك بتخليك تضلك في المنزل؟ اني لا من هون. طيب ماشي. ماما طيب دقيقة واحدة فقط ولا ثانية، شايف الثانية ما رح تطلع برا هذا المنزل ثانية واحدة. طيب ماشي يا ماما، والله انك كلب يا كركور. يلا اطلع فوق، ما بدي اشوفك انا طالع من غرفتك، واليوم انا رح احبسك في غرفتك. ليش؟ وهيها شايف شو معي؟ معي مفتاح غرفتك، رح اسكر الباب وانت رح تنحبس الان. زيك هيني سكرت الباب بالمفتاح. لا ليش؟ لانك انت ما بتسمع الكلام وما بترد على كلامي. يلا خليني اكمل انا الان. ليش ماما زيك؟ والله كله بتبل علي كركور، كله بسببه. ياه انا بلعب لوحدي وما في اي احد حارمني. والله لاربيك يا كركور، استنى انت شوي. يا انا فرحان لوحدي بالحديقة، انا
فرحان بوحدي في الحديقة بلعب بالرمل بلعب هوني على هذي على هذي. أنا اليوم بصراحة فرحانة وزعرور المسكينة يا بالأحلى أمه ضربته والله إنه مضحك كتير 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 وغبي غبي غبي. هذا بده يضل يتبل علي الكلب الصغير كركورة. هاي شوفني هاي معي بلالين. بدك بلالين يا بيبي؟ امك بتخليك تضلك بالمنزل لوحدك جد انك انت كتكوت صغير. خد لك يا بيبي خد لك بلالين. والله لا اربيك والله لا اربيك. حين انا اجيت والله لا اذبحك يا كركورة والله لك السير يا ساك. ماما يا حبيبي ماما جت ماما جت. ماما لا 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 ماما لا تعال هنا. انا مش قلت لك الف مرة لا تسوي هذا الكلام؟ قلت لك ادلك بالمنزل. ماما مش صح انت الان بتكوني نايمة؟ لا يا ماما بترجاكي بترجاكي خد لك هاي. يا 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 ليش مين اللي سوى زيك مين؟ اتصالاتي انا اللي سويت زيك يا ده. وقبل قليل هذا ما حصل. فكر 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 يا زعرورة كيف بدك تنتقم من هذا الكلب اللي اسمه كركورة. خليني انا بعرفه هذا هو الحل. الهاتف بدي اتصل على ام كركورة اخبرها انه كركور بالحديقة وكمان بسمع اغاني وكمان بدخن وكمان بسوى اشياء مش كويسة. خلينا اتصل زي هيك زي هيك زي هيك. الو الو يا خالة ام كركور. الو الو يا زعجوري انا نايمة ايش مالك؟ ايه يا خالة ام كركور. كركور بالحديقة تبعت الالعاب جالس بيسوى اشياء مش كويسة وكمان جالس بدخن وكمان هو بيحكي مع بنات. والله لك السر يا ستكسير. شكرا يا زعجوري لانك نبهتني يا مربى يا ابن سوسي. يلا ثواني وبكون عنده. ايه يلا يلا خلينا الان نستمتع. لو في فشار هون كان استمتعت واكلت في السينما زي السينما تماما. خليني اشوف كركور بالخارج. وهذا اللي صار. انت بسببك يا كلب والله لا انتقم والله لا انتقم منك يا كلب. ماما خلاص خلاص يلا قدامي على المنزل قدامي على المنزل. والله لا انتقم منك يا زعرور يا كلب يا حيوان يا بغيل. يلا يلا هيك اللي بلعب مع زعرور بصير فيه. يلا خليني انا الان ارجع ادخل على غرفتي. شفتوا كيف هذا انا واللي بلعب معاي بكسر الكراسة تكسير. يلا قدامي. يا يا ماما حرام عليكي والله حرام. شو اللي صاير شو اللي صاير؟ انتو شو مالكوا ليش قد من بنص الليل بتصرخوا؟ وين كنت كركور مش كنت نايمة؟ يا بابا لا ما كنت نايمة ماما بدها تضربني. تعالي اخبرك يا ام كركور تعالي. ايوه خبرها يا بابا انا ما تضربني. بتكسر راسه خلي في براسه شوية كسور. طيب ما عليك ولا لك السراسة. لا ماما بدي اكمل عليك. ليش ليش؟ لانك بتطلع بدون ما تخبرني ولك ولا لا اكسر مخك تكسير. كله بسببك يا زعرور والله لا تخطخك مثل المطخيخ والله لا كسر راسك مثل التكسير. ايوه 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 ام كركور كسر راسه. تعال هون. لا خليتني اعرف انام ولا خليتني اعرف اسوي اي اشي. يلا ادخل ممنوع تطلع برا هذه الغرفة ابدا ابدا ابدا. ها نعم نعم يلا يا سلام خلينا اروح انام. انا كمان انا عيوني عليك. والله كله بسبب زعرور والله العظيم. بس انا بعرف شو بدي اسوي فيه. بدي انتقد منه اشد انتقام. بدي اكسر راسه تكسير بلا. بابا ليش ضلك زوزك؟ من زمان نفسي اسوي الحركة. والله لا انتقم منك يا زعرور اشد انتقام. اينه
خطرت على بالي فكرة. اوه اكيد كركور حاليا جالس بنضرب من والدته من امه ام كركور. انا سويت مثل ما سوى فيي، هو كان السبب بضرب ماما لإلي، وانا كنت السبب في ضرب ام كركور لكركور، وفسدت عنه وضربت وفحمة وكسرت راسه تكسير، وحاليا وبعيط وببكي وانا بلعب. يلا يلا خلينا ابني العب، ما في حد قدي، انا اقوى واحد بالعالم، ما بيقدر اللي ابدا ابدا. يلا العب 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 يا زعروري. وفي الصباح هذا ما حصل. انا غاضب، وانا على هذا الصباح بدي اسوي جريمتي. انا حاليا امام مركز الشرطة، وقبل قليل وصل اخطر رجل بالعالم، السجين الذي يدعى بالثقب الاسود، اخطر سجين بالعالم. انا بدي اهربه واخليه هو اللي يتعامل مع الزعرور. خليني انا ادخل على هذا المركز. زيك زيك زيك، مرحبا. انا شو اللي صاير معاك؟ شو اللي صاير معاك يا كركور؟ في بهذا مركز الشرطة اشياء خطيرة، فاطلع يا طفل يا صغير. اخطر رجل في العالم الثقب الاسد، مين هذا؟ اطلع اطلع بسرعة اطلع. طيب ماشي ماشي، انا لازم اني اهربه، هذا الثقب الاسود لازم اني انا هربوا الآن. لاقي حل يا كركور، لاقي، يمكن من وين ببين. زيك 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 زيك. اي اي، من أنت؟ من أنت؟ أنا كركور. طلعني، أنا اليوم أصدروا حكم الإعدام إلي كمان 5 ساعات، فهي حررني حررني بسرعة. طيب أنا رح أحررك بس بشرط واحد. إيش هو هذا الشرط؟ إيش هو هذا الشرط؟ الشرط هو إنك أنت تفرجيني العجائب والغرائب، تفرجيني العجائب والغرائب غريب في زعرورة. طيب اطلب مني اللي بدك اياه، وانا رح انفذ الطلب اللي انت بتطلبه. هذا الطلب رح يتنفذ بنسبة 100%، رح يتنفذ هذا الطلب بنسبة 100%. 100% ممتاز. يلا خليني انا اسوي زيك، خليني اكسر. هاي شوفوا شوفي تحتيها، افتح هذا الصندوق، طول بك اكسر عظام. يلا 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 اراب اراب بسرعه بسرعه. يلا 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 يلا. شكرا. انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ اسمي كركور، اسمي كركور. يا رب اختر سجين اراب. يلا اراب اراب بسرعه. طيب ماشي، لا تنسى انك تفجر راس الزعرور. ماشي 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 ماشي، خلينا نفترق خلينا نفترق احنا بسرعة. تالون تالون. ايوه زيك زيك زيك. هين هربت 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 هربت. ممتاز، خليني اشوف ما في احد شايفني. رائع رائع رائع. ايوه سويته، وشوف شو راح يصور، عاجب، راح يضرب على راس الكف حلاقة الان. والله اشي رائع كتير كتير. طلب مني كركور مراقبة زعرور، وأنا الآن بدي أنهي حياة أولى زعرور باستخدام المتفجرة المحرمة عالميا، المحرمة كونيا. هذه هي اللي بتفجر هذا المنزل وبتقتل كل اللي فيه. أتي أنت لا متناهية، أنا هو الرجل الذي يدعى الثقب الأسود، راح أسوي هذا المنزل ثقب أسود، راح أقتل كل اللي فيه. يلا يلا. لا يا مجرم، مش لهذه الدرجة. لا
لا لا يا ثقب الأسود الشرير، لا تسويها يا مجنون، مش لهذه الدرجة، لا تفجر هذا المنزل يا غبي. مش سامعك، مش سامعك يا صديقي كركور، أنا عيني بدي أنفذ الكلام اللي حكيت لي عنه. لا لا يا غبي، لا تسويها، لا تسويها. لا 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 لا، أنا دودو ذهب عن زعرور. دودو كمان رح يموت. دودو اي يا دودو يا غبي، يا دودو يا غبي، ايش مالك؟ ايش؟ تعالون. يلا واحد اثنان. اهلا اهلا، شو بده يصير؟ بده يفجر منزل عائلة احمد. ثلاثة. لا لا، يلا مع السلامة. لا راحت يا انت، وصلت لنا. شو 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 اللي صار؟ فعلت فعلت فعلت. شو اللي سويته يا غبي؟ شو اللي سويته يا حرام؟ انا دارب بدارب بدارب. والله شي مرحبا. شو اللي صار مع زعرور عائلته؟ انا ما كان قصدي، والله ما كان قصدي. شوفوا 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 التفجير الان. لسه انا ما خلصت ابدا ابدا ابدا. انا الثقب الاسود سويت هذا المنزل. الثقب الاسود يا ماما، انا بخاف من التفجير. هذا لسه ما خلص، بدهرب بدهرب. شو اللي سويته يا كركور؟ شو هذا اللي صار؟ اتفجر هذا المنزل. انا ما لي دخل. بدهرب بدهرب بدهرب. شو اللي سويته انا؟ كله بسببي. انا ما لي دخل، انا ما لي دخل. شوفوا ايش صار في هذا المنزل. ابصر شو صار بزعرور وبسوسي وباحمد. انا ما لي اي علاقه. بدي اهرب انا، بدي ارجع على المنزل انا. انا خايف كتير كتير انه يكون صار بزعرور اشي. شو هذا؟ شو هذا الصوت؟ اي ولا شي يا بابا. هي شو هذا الصوت يا كركور؟ ما 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 بعرف ما بعرف. اكيد 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 العاب نارية. خلاص خلينا ندخل الى الداخل. 100%. انا خايف انا خايف. هي هي كركور. نعم يا ماما، انا حاسستك خايف، حاسستك من صدامة. ليش هيك عيونك مبحلقات؟ ولا اشي يا ماما، ما صار اي اشي. اوه والله، وانا كمان حاسس هيك. شو اللي صاير يا كركور؟ ولا اشي يا بابا، ما في اشي، بدي انام. طيب ماشي ماشي. ما بدي يصير اشي بالزعرور وبكمان باحمد وبسوسي. هاي كركور مالك اشي؟ لا لا يا بابا، ما مالي اشي. بدي انام بدي انام بدي انام. شو اللي سويته؟ انا ما راح اسامح نفسي اذا 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 بموتوا عائلة احمد البطالة. اخ يا ظهري، شو هذا الصوت اللي طلع قبل قليل؟ مثل صوت الانفجار. يا رب يكون انفجر مطعم مجد نزيه. شو هذا؟ الله ياخذك يا احمد. شو اللي مسوي بسياراتي؟ اطلعوا قديش الغبر عليهم، لونهم صار بني، هم لونهم ابيض. الله لا يوفقك يا احمد. انتو شايفين شو مسوي؟ هذا المكان كله يا طين بطين. السيارات صارت لونها باللون البني. انا خليني اروح، والله بدي بهدله. قلت له الف مرة ينظف هذول السيارات. خليني اروح على اليسار على اليمين بسرعة، انا باخذ تقاطع سريع سريع. لاني انا ابو احمد بكسر جميع القوانين. شو هذا؟ في تفجير عملاق جدا جدا جدا. شوفوا هاي سيارات الاسعاف، سيارات الاطفاء، وهي الماء. شو هذا اللي قاعد بصير؟ اخ يا ظهري، هذا مش منزل ابني احمد. شو اللي صاير؟ هاي مش الحديقة. شو اللي صاير؟ انا مش فاهم ابدا. والله كم بعمم، والله بصراحة الوضع جدا خطير.
يطير. بعد يا عمي بعد. بديش بعد، هذا منزل ابني احمد. يا حبيبي هاي في هون مياه، شو اللي قاعد بصير؟ الاطفاء بكل مكان، طلعوا هاي الاسعاف. احنا بحالة خطيرة جدا جدا. نعم نعم احنا بحالة خطيرة. استنوا شوي. نعم تأكدت، هذا منزل ابني احمد. بعدوه هاي ابتعد، ارجع للخلف. ما بدي. سوسي ابني احمد، ابوي هذه اخر كلمة بتسمعها مني. سيدة ممكن انك تكون تعبني بعد ما اموت. انتو شو بتستنوا؟ ساعدونا. حيني بحاول اني اساعدهم بس مش قادرة. عائلتي ابني، عائلتي. كيفك صار؟ ودوهم على المشفى. يلا لازم اني اطفي الحرايق. ودوهم على المشفى بسرعة ممكنة. نعم يلا نقلوهم على مركبة الإسعاف، على الأمبولانس. يلا شو بتستنوا؟ ابني. وبعد قليل هذا ما حصل. حالتهم خطيرة جدا جدا جدا. نعم حالتهم بصراحة أخطر حالة وصلتنا هاي السنة. نعم سوسي حالتها خطيرة، أخطر حالة هي حالة أحمد، ويمكن يموت بأي لحظة. لازم إحنا ننعشه بأسرع سرعة ممكنة. وهذا زعرور كمان حالته حرجة، حالته خطيرة. نعم يلا خلينا الآن إحنا بدنا نعالجه ونسكر الثقوب اللي فيهم. نعم مليئين بالجروح، مليئين بالثقوب. لازم إحنا نركز في هذه العمليات، لأنهم هذولا أعزاء على قلبي. أنا بحب هاي العائلة كثير. وأنا كمان. يلا خليني أنا الآن بدي أركز على أحمد. أحمد بحالة خطيرة جدا جدا جدا. شو اللي قاعد بصير في حياتنا؟ شو اللي قاعد بصير؟ شايفين انتو هذه العمليات اللي قاعدة بتصير لأحبائي؟ أنا كنت جاي عشان أبهدل أحمد، جاي عشان أمزح مع أحمد، أما الآن أحمد ما بعرف إذا رح يعيش ولا لا. هي يا دكتور في أمل. هي ممكن تطلع برا، اطلع برا، حالتهم سيئة جدا جدا جدا. أحكي للعائلة، أحكي لزوجتي. لا تحكي لأي أحد، يمكن موت بأي لحظة، ولا تحزن أي أحد. نعم ما رح أحكي لأي أحد، فقط إلي أنا اللي وعدي فقط. بتتوقعوا انهم يموتوا ولا لا؟ مش عارف. هيا هذا زعرور بطل ينبض قلبه. تعالي لي بسرعة يا ممرضة. يلا ينجيت. لا كله بسببي صديقي زعرور بموت. القلب ضعيف جدا جدا، لازم احنا ننعشه، لازم. نعم والله حالتهم خطيرة. ايو بموت، واحمد ايو بموت، سوسي كمان ايو بتموت. جيبوا لي كمان ممرضين، جيبوا لي كمان دكاترة واطباء بسرعة. انا ما بكفي لهذه المجموعة بالكامل. كله بسببي، انا ما بدي ابقى بهذه المدينة ابدا. انا بدي اطلع من هذه المدينة، وبدي ادفن الذكريات الجميلة اللي كانت فيها. جد انك غبي يا زعرور، جد انك غبي، انت اغبى واحد بالعالم، ليش هيك تسويه؟ يلا لازم انادي كمان ممرضين. في الاف الممرضين بدهم يجوا عشان ينقذوهم هذول الثلاث المحبوبين، بس انا من الان مكروه، كله بسببك يا زعرور. ايوب زعرور بده يموت وانا لساتني بقاتل فيه.
كله بسببي أنا. أنا لازم إني أروح من هاي المدينة. مع السلامة يا مدينتي الجميلة. وبعد مرور أسبوع هذا ما حصل. وأخيرا بعد أسبوع كامل قدرت إني أوقف على أقدامي. وأنا والله يا بابا أنا موجوع كتير كتير. وأنا ولا يا أحمد؟ الحمد لله على السلامة يا أحمد يا زعرور يا سوسي. الله يسلمك يا طبيب، شكرا لذكائك، لأنك أنت من بعد الله، أنت اللي أنقذت حياتنا. العفو العفو، هذا واجبي يا أحمد، لكن بصراحة انكم لازم تموتوا بنسبة 99%، لكن خلاص انتم مكتوبين انكم لازم تبقوا على قيد الحياة. نعم، شايفين كيف حظنا جميل؟ والله يا بابا حظنا اسطوري، والله وفقنا وسلمنا، وكمان احنا معافين الان، لكن في شوية كسور. نعم يلا خلينا نرجع على منزلنا. نعم، هو اكيد صار في تفجير، يعني تفجير صغير. والله يا بابا 100% بدي ارجع انا اشوف طمطمة مستوري وسبايك. تذكرت يا بابا. ايش مالك؟ وديت طمطمة مستوري وسبايك كمان عند ليلي، انا ذكرت الان. منيح ما هم شافوا هذا الانفجار. مع السلامة. استنى شوي يا احمد. نعم يا طبيب، انت لازم تدفع مبلغ كبير جدا للمشفى. وما معي اي اموال. جوجو رح يعطيك جوجو. خلاص مش وقت الاموال الان، انا بعتذر لاني ذكرتك. روح واسترخي واستريح، ولما تتشافى رح نفتح هذا الموضوع. طيب ماشي، مع السلامة، باي. وانا كمان خبرت جوجو انه يجيب لنا سيارتي. يلا يا ماما اركبي. يلا يا زعرور. انا متأكد الان المنزل ما صار فيه اي شيء، شغلت يومين انا والزعرور سوسي منعالج كل الاضرار اللي فيه. ولا يا احمد، ولا بهذا الاسبوع انا اكتئبت. انا بصراحة هذا الاسبوع اسوأ اسبوع في حياتي بالمشفى. وانا كمان يا ماما يا بابا ما لعبت مع كركور هذا الاسبوع ابدا. خلص اليوم بلعب معه. اصمت يا زعرور. شو هذا؟ شو اللي صاير؟ بابا المنزل اتفجر. ما كنت متوقع هذا التفجير لهذه الدرجة عملاقة. اقول لي يا احمد، شايفه كل شيء راح في هذا المنزل. بابا لا تبكي يا بابا، ابدا احنا رح نرجع نبنيه. من وين يا زعرور؟ من وين؟ ما معانا اموال يا زعرور. يا بابا انا بعطيك الفلوس تبعتي. شوف يا بابا، عشان العالم كلياته بتحب رمضان، اي التلفاز لساته مكتوب عليه رمضان مبارك. نعم يا زعرور. وكمان يا بابا لازم ما تدمع انت ولا تبكي. ليش يا زعرور؟ ليش؟ شايف شو اللي صار؟ ما انت يا بابا الان دخليك تضحك. اول اشي بدخليك تبتسم، لأنه بكرة أول يوم برمضان. كنا بدنا إحنا نزين هذا المنزل لرمضان. إحنا قبل يومين نزلنا فيديو على هاي القناة، اشترينا كل المستلزمات تبعت رمضان. نعم، كمان الملابس، كمان القطايف، كمان كل إشي يا أحمد. نعم. هي استنوا، شكلكم ما بتعرفوا. إيش مالك يا زعرور؟ يا بابا انا خبيت مستلزمات رمضان. طيب ما الفائدة؟ معك مستلزمات رمضان، وين بدنا نضعها يا زعرور؟ يا بابا شوف،
تشوف انت الكاس بالمكان الممتلئ، لا تشوف الكاس يا بابا بالمكان الفارغ. طيب زعرور انت مش تبع هذا الكلام، زعرور انقلع من وجهي بترجاك. يا بابا ليش انقلع من وجهك؟ يا ماما هي الغسالة لساتها موجودة، وهي هذا خلاط العجين موجود، سككينه الميكروويف، شو بدك اكتر؟ زعرور انت مش عارف شو اللي صار، وكمان راحت غرفة المتابعين. نام نام. هاي ستوب، زودتوها انتو التنين. ايش مالك؟ احنا ما كنا ولا بعمرنا هيك عائلة اللي تكون متل هيك كئيبة وكتومة وغبية زي هيك. ايش مالك ايش مالك؟ احنا قدا اطلعنا من مصائب اكتر من هيك واكبر من هيك بابا. المهم انه احنا على قيد الحياة صح؟ نعم صح. وبدي اخليكم تضحكوا، تعالوا معاي. انا قبل كم من يوم او قبل اشهر تقريبا مع كركور ومع دودو سوينا مقر سري. كنت حاسس، والله كنت حاسس. نعم يا بابا، بتنزلون بتفتحوا الباب وبتمشوا، يعني نودع هذا المكان. نعم يا بابا ويا ماما، نعم ودع هذا المكان زي هيك، هذا المقر السري. والكل هذا مسويينه؟ شوف بابا هاي فلوس، فلوس بهذه الاموال راح نشتري منزل، بس ما بعرف راح يكفي ولا لا. يا بابا بنشتري منزل بس يمكن يا بابا ما يكفي الفلوس. احكي لك ايش؟ ايش يا زعرور؟ ما كفى فلوس اننا نعفش المنزل الجديد. اه والله، بس هيك تخففنا على نفسنا المضره الكبيره جدا. اه والله، بس والله مقر سري اسطوري يا زعرور. اكيد يا بابا، لكن ما بعرف وين كركور يا بابا. كركور؟ والله حتى انا ما بعرف ابدا ابدا ابدا. يا ماما يا ماما انت بتعرفي؟ زعرور انا صحيت من الغيبوبه قبل يومين، طبعا ما بعرف. بابا لا تبكي. خلاص طيب ماشي، لازم احنا نعرف شو نسوي بحياتنا الان. بدي انا قبل ما امشي اي خطوه بدي اروح اشوف كركور. كركور 100% لازم انه يعني يشوفني واشوفه لانه صديق الصدوق. ايه استنى شويه، سمعت من الطبيب انه اللي فجر المنزل تبعي هو الثقب الاسود الشرير، اخطر سجين بالعالم. طيب شو بدك فيه؟ بدي انتقم منه قبل اي شيء. هي ابقوا في مكانكو. طيب ماشي يلا، هيني رايح. دير بالك على حالك يا بابا. ماشي ماشي يلا ماما، ابقى في مكانك. هي انتو التنين تركتوني لوحدي. نعم يا ماما، دا اروح اشوف كركور، دا اسأل عن الجميع عن كركور باسرع سرعة ممكنة. وينك وينك يا شرير؟ انا الان مجهز لك طريقة للموت، انت تندم من خلال اي طريقة انك تحديتني انا وعائلتي. وينك وينك؟ ايه شو هذا؟ اخ انا مصاب، شو اللي صاير؟ ايش في داخل هذا المكان؟ الثقب الاسود، الثقب الاسود. ماما الثقب الاسود بداخل هذا المكان، ابتعد عن هذه المنطقة. ابتعد عن هاي المنطقة انت بتحكي؟ ومحاصرين انتو هذه المنطقة؟ نعم محاصرين هذه المنطقة جيدا جيدا جيدا، عشان ما حدا يدخل فيها. وهذا اللي اسمه الثقب الاسود ما يخرج من هذا المكان بالمرة بالمرة. اوه جميل، المهم انت تبعد بعد. انا راح ابعد، انا راح ابعد، لازم ما اخلي الشرطي يشوفني. خليني الف انا من وراء هذه القلعة، انا مجهز كل هذول القنابل، هذول القنابل راح اخليهم يدخلوا لداخل جسده لهذا اللي اسمه الثقب الاسود. هاي بده يدخل. لا 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 تدخل. اين دخلت؟ اخرج، اطلع من هون. هاي بتعرف مين انا؟ مين انت؟ مين؟ انا اللي فجرت منزله. ما بعرف انت شو كان بيتهيأ لك لما فجرت منزلي. لا بعرفك لا بتعرفني. ما تقتلت معاك، ما تقتلت معايا، ليش هيك تسوي؟ ما لك اي علاقة. وكمان سارق المتابعين تبعوني، الجولد والدايموند. ابتعد لا تطلع على اللي انا ماخذه. انت الان حفرت
انت، قبرك بيدك، ابلع. ايش هذا؟ ايش هذا اللي قاعد بصير؟ ابلع. اي اي لا لا، بدارب بدارب، ابلع 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 ابلع، انا راح افجرك، انا راح ادمرك. تعالوا انا، لا 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 لا، خذ لك هاي، انت راح تندم، انت راح تموت، انا محاصر محاصر محاصر. خذ لك هاي القنابل، موت، لازم ان انا اهرب بسرعة بسرعة. خليني ارميها، قنابل قنابل، ما راح ارحمك انا ابدا ابدا. وين اختفى هذا؟ وين اختفى هذا؟ اعطيني هاي الدايموند، ابتعد، تعالون. بدارب 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 بدارب، طلعوني من هون. لا 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 لا، انت انت تعالون بدارب. اخ، شو اللي سويته؟ شو اللي سويته يا مجرم يا مجنون؟ خلينا ابتعد، انا هيني هيني ضريته، والان 100% راح ينمسك هذا السجين الشرير الثقب الاسود الشرير. هي شو اللي صاير؟ وانا صديقي كركور، افتح لي الباب، الي ساعة بدق على الباب ما في حدا بيرد علي. كركور كركور. ايه سيدا سيدا، وين صديقي كركور؟ وليش هذولا الصناديق هون؟ هي ما بتعرف شو سوا فيك كركور انت؟ ايش سوى هذا صديقي؟ ما بعرف وينه، انا مستغرب، برن عليه كمان مش موجود. صديقك كركور هو السبب الرئيسي في انك انت بهذه الحالة وتفجير منزلك يا زعرور. ايه شو اللي بتحكيه؟ نعم، وهو وعائلته الان سافرين لمكان بعيد جدا جدا، ما رح ترجع تشوف كركور ولا مرة بحياتك. كركور هو السبب يا حبيبي. ليش كنت تسوي فيي يا كركور؟ مش حرام عليك يا كركور؟ خلص خلص يا حفيدي زعرور، انا رح اوديك لعنده عشان انت تاخذ حقك بايدك. طيب طيب يا سيدو، والله لا كسر راس تكسير هذا كركور، هذا صديقي صدوق، ليش كنت تسوي فيي؟ ليش؟ والله انا ما الي اي علاقة. وين هذا؟ هيك انت هون يا غبي، ليش ما حكت لي؟ تاتا وسيدة شو بصير معاك؟ ولا اشي ولا اشي، كنا احنا التنين منتطلع على منازل منغير منزلنا، فجأة ما لقيته طلع عندك يا زعرور. نعم يا تاتا، تاتا انا مجروح. خلص يا زعرور يا حبيبي، انت قلبك قوي، لازم انت تصير اقوى من هيك. يلا خلص بدنا نوديك على المطار، تعال معانا. طيب وديني عند المطار، بدي ابحث عن كركور وعائلته بكل رمال العالم، ما بدي اخلي مكان الا وابحث عن كركور. طيب يلا يلا يا حبيبي، يلا تعال معاي. ايه انتو بطئين كتير مثل السلاحف، بدي اجيب السيارة تبعتهم. كاينين بدوروا على منازل، وشكله هذا المنزل هم بدهم يعيشوا في منزلنا القديم. انزل انزل من السيارة، دك 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 تدعسني. لا يا سيدو، يلا يلا اين انا اجيت؟ يلا بدنا نوديه على المطار. يلا على المطار، والله لا امسكك كركور واكسر راسك تكسير. حاليا انا جالسة بحرس الاموال والذهب اللي حاطتهم زعرور بالمقر السري تبعه، انا ما بدي اخلي اي واحد يقترب من هذا المكان. اشوف يسار اشوف يمين، المشكلة ان المكان مكشوف، انا خايف كتير كتير كتير. انا جيت. لا لا تسرقني، لا تسرق. اخوي. اوه اختي سوسي، اهلا اهلا يا اختي سوسي. اهلا اهلا، خوفتني كتير كتير يا اخوي. ليش خوفتك؟ انا ما بخوف. حاليا انا بمصيبة، انا كنت من بعد ما تفجر المنزل هذا بحرس هذول الاموال.
الأموال عشان الحرمية ما يجوني وياخدوا هذول الأموال الوحيدين اللي معنا. أوه خلاص هين أنا معاكي، راح أحرس الأموال والذهب معاكي عبين ما يجي أحمد وزعرور. نعم زعرور راح وأحمد راح، خلينا نبقى أنا وياك مع بعض يا أخوي جوجو نحرس هذولا الأموال. ماشي يلا خلينا نحرسهم الآن. ولا أنا خايف هذولا هم الأمل الوحيد في حياتنا. أنا لم أموت، أنا فقط أراقب، أنا مش في هاي السهولة أحد يقتلني، أنا الثقب الأسود الأخطر بالعالم، وحاليا أنا شفت في هذا المنظار هذا المكان العجيب والغريب، هذا المكان اللي أنا ما استكشفته من منزل أحمد، فأنا الآن معاي هذا السلاح بدي استكشف إيش في بهذا المكان الغريب، المكان اللي أنا ما فجرته بالكامل. خلينا أتحرك شوي، اطلعوا المنزل شو صار فيه، دمرته نفيته عن الخريطة، خلينا سوي زي هيك. انتبه انتبه يا أخي جوجو، ما بدنا أي أحد يسرق هذول الأموال. ماشي ماشي يا سوسي، بس أنا خايف كثير كثير. وأنا كمان. اللي بيقرب راح اطلق عليه بوم 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 النيران. ايش بدك منا؟ هذا امنا الوحيد، بترجاك خلي لنا اياه. ابتعدوا ابتعدوا بسرعه. طيب ماشي، بعده اخر هذاك المكان على الزاويه، روح على الزاويه بسرعه، انا الثقب الاسود الخطير. شو بدك منا؟ شو بدك منا يا شرير؟ بترجاك تروح. الوضع مبين وكثير مبين، انا بدي منكم هذول الشغلات الحلوات. لا بترجاك، هذول الاموال هم املنا الاخير، بترجاك انا بدي اهجم عليك، داجم عليك. ارجع للخلف بسرعه. اللي بقرب راح اطلق على راسه، وبتعرفوا اذا اجت الطلقه على راسكم ما بتموتوا. لا لا حرام ولا حرام، ابقوا بالخلف ابقوا بالخلف. طيب ماشي ماشي، خليني اخذ هذولا الذهبات، وبدي اخذ كل شي موجود. لا بترجاك، ابتعدوا ارجعوا للخلف على الزاوية، ما بدي اشوفكم، ما في حد هون ما في حد هون، خليني انا اخذ هاي كمان، ما راح اخلي اي شي موجود هون، بدي اهجم عليه. واحد اثنين ارجع. طيب ماشي ماشي، ما حدا قرب ابدا ابدا ابدا، راح اسرق كل شي هون، كل الاموال. هي انتو راح تندموا. ها 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 خلاص بدي اسرقهم واهرب بسرعه بسرعه بسرعه. يا سيده هاي مش الطريق للمطار، والله العظيم انا بعرفها. لا هاي هي الطريق، هاي هي الطريق. والله يا سيده هاي مش طريق المطار. اسكت، يعني انت بتعرف اكثر مني، هاي جبتك على المطار اللي كنت اطير فيه انا ايام الشباب. شو هذا المطار؟ هذا هو المطار. يلا مع السلامة يا حبيبي يا زعرور. يا سيدة المطار الجديد افضل بكثير، طلع الطيارات هاي خشبية قديمة. لا هاي الطيارة المفيدة للصحة. شو يعني مفيدة للصحة؟ انا مش فاهم، اليوم اول يوم رمضان الواحد صايم، بترجاك يا سيدة خفف الهبل شوي على راسي. هي يا زعرور لازم تكون انت صبور واركب هاي الطيارة. يلا مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة. سيدا لا لا وديني عاذيك عاذيك ذاك المطار. لا لا يلا اطلع اطلع اطلع. طيب ماشي، طلع هاي الطيارة. يلا مع السلامة يا حبيبي يا زعرور. يلا ما بعرف اطير يا حبيبي. سيدا ايش هذا ايش؟ ولك انا اسف، مش كويسة هاي الطيارة والله.
لا تنسى يا سيدي انا مصاب اين علقت بهاي الطيارة. يلا باي باي يا سيدي. نزلني منها انا عالق يا سيدي. لا لا مش عالق مش عالق، هيك بتجني انا. سيدي طلعني هاي علقت رجلي. وبعد مرور ساعة هذا ما حصل. منيح يا سيدو انك طلعتني من الجدار. نعم عشان تعرف انهم طيارات كويسة. نعم نعم شو هاي الطيارة كمان، والله العظيم لو وديتني على المطار الكويس احسن. لا لا هاي افضل طيارة موجودة في هذا المطار. طيب ماشي يلا مع السلامة، نفسي اقص راسك انت والتاتا. ايش تعالون يا الله. خلاص نرجع لموضوعنا الاساسي، انا بدي امسك الكلب اللي اسمه كركور واخليه يندم على اللحظة اللي قرر فيها انه ينصب علي، وكمان اللي قرر فيها انه يفجر المنزل تبعنا كله بسببك يا صديقي يا كركور. فكرتك انك صاحب، طلعت انت عدو كبير جدا جدا، الناس كلها مصالح والبحر مالح، ويلا على منزل كركور حملة البحث عن كركور. ويني حاليا رجعت لعند سوسي وزعرور كمان، خليني اروح اشوفهم طلعوا الدمار اللي صار في منزلنا. هذا المنزل منزل قريب كثير كثير على قلبي، كنا قراب من الجميع، من اختي رورو وكمان من ابو سوسي وام سوسي. خلينا اروح اشوف سوسي شو سوت هي وزعرور. اهدي اهدي يا سوسي اهدي. وين الاموال سوسي؟ جوجو وين الاموال؟ اجا واحد شرير اسمه الثقب الاسود واخذهم وهددنا بالقتل. ايش شو اللي بتحكوا يا مجانين؟ الثقب الاسود قبل قليل انا كنت بمعارك قوية ضده. نعم شكله من بعد المعركة اجا لعندنا وسرق كل الاموال، كله بسببي، لازم انا اكون اقوى من هيك. راحوا الاموال، رح نصير متشردين يا احمد، انسرقوا اموالنا من الثقب الاسود. اوه لا لا لا، املنا الوحيد هي ضاع، املنا الوحيد هي راح. شو بدنا نسوي يا سوسي؟ ولا ما بعرف يا احمد، لازم نلاقي حل بسرعة. خلاص راحوا الاموال، لازم نلاقي مكان نعيش فيه. ولا يا احمد بس ايش هذا المكان؟ المشكلة الكبيرة انه منزلي كمان انا متدمر، وانا ما في عندي غير غرفة واحدة ما بتكفيني الا لأيلي انا وزوجتي وطفلتي. اوه اذا ما بنقدر احنا نعيش هاي المدة عند جوجو رورو. هذا المنزل زي ما انت شايفين هاي متدمر، ومنزل كوكي كمان هو وابوه مسافرين عشان بطولة ملاكمة، لكن لما يرجعوا والله رح ينصدموا صدمة حياتهم، لانه كمان منزلهم هي تدمر اتفتفت، ما بقى في اي شي صالح. ولا يا احمد شو بدنا نسوي الان؟ سوسي وين زعرور؟ وين زعرور؟ زعرور راح ما بعرف، رحك دي يشوف كركور او شي زي هيك. وين راح؟ اكيد راح عشان يدمر كركور لانه سبب في هذا الاشي اللي صار. جدي بتحكي؟ نعم والله اول مرة بعرف. خلاص يا سوسي زعرور انا بعرفه، بيعرف شو قاعد بسوي. سوسي ما في عنا حل الا هذا المكان، انت نامي عند امك وابوك وانا بنام عند امي وابوي. طيب ماشي ايوه هذا افضل قرار. مع السلامة يا احمد. الى اللقاء يا سوسي. شو اللي بنتظرنا في المستقبل انا مش عارف. وفي المساء هذا ما حصل. وينك يا كركور؟ صارت الدنيا ليل وانا مش لاقيك، لا انت ولا عائلتك. وين كركور؟ وين ام كركور؟ وين ابو كركور؟ انا مش عارف، دورت عليهم بكل مكان في كل مدن العالم. خلاص ايه استنوا شوية، هي الطيارة كمان خلص البنزين تبعها. شو هذا الحال؟
الحظ اللي بيخزي، حظي جدا 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 سيء. شو بدي اسوي انا الان؟ والله ان الوضع سيء كتير. والله اشتقت لك كتير يا زعرور والله العظيم. كركور زعرور، مش حرام عليك يا كركور تسوي فينا هيك؟ مش حرام عليك تفجر المنزل فوق رؤوسنا يا كركور؟ اسف اسف والله اني اسف زعرور، والله اكتر واحد ندمان انا. زعرور زعرور بصراحة زمان ما شفتك، شو اللي صاير معاك؟ اسأل ابنك كركور يا عم ابو كركور. والله غريبة، والله انا السبب، انا بعترف والله انا السبب، انا اللي قربت اخطر سجين اللي هو الثقب الاسود. انا حكيت له انه يضربك، بس انه يضربك يا زعرور مش اكتر من هيك. هو فجر منزلكو، هو دمركو. انت مغضوب، انت دمرت حياة صديقي احمد، هو وعائلته وسوسة وزعرور والجميع الجميع. كركور انت عرفت شو اللي صار فينا بعد ما تفجر منزلنا؟ انا كان لو تشوف كنت على حفة الموت، انا كنت رح اموت كله بسببك. والله اسف. طيب ليش ما وقفت معاي في المشفى؟ ليش هيك تسويت؟ ليش هربت؟ ليش؟ كنت خايف كتير كتير اني اطلع بعيونك كل يوم بهذا، ولما مر هذا الاسبوع كنت احلم فيك، كنت انا استيقظ من نومي ببكي يا زعرور، انا ندمان. شو هذا الصوت؟ هذا اذان المغرب. نعم اذان المغرب، الان احنا بنقدر ان نفطر. يلا يلا احنا الان لسه ما جهزنا اي شيء. انا ما بدي افطر عندهم، هذولا اعدائي. باي. هاي استنى شوي. والله اسف اسف، انتوا اعدائي، دمرتوا حياتنا، بطل في عنا بيت. انا ما بعرف الان وين بدي اروح اسكن، باي خيمة اسكن، بأي إيش يا صديقي؟ هاي نام عنا اليوم، انت بيتك بعيد جدا، نام عنا اليوم وبكرة احنا كلياتنا بنرجع على المنزل على المدينة. والله انت صديقي ما حدا بين وضع مكانك والله العظيم. خلص يا زعرورة تعال افطر عنا يا زعرورة، وبكرة رح نحل كل المشاكل، وايو كركور بعتذر منك. كركور اشتقت لك، وانا كمان اشتقت لك، والله اشتقت لك يا كركور. بعدين العناق، يلا على الافطار. يلا صديقي كركور الغالي، يلا هاي نبدا ضع الدجاجة، بدا ضع البيض، بدا ضع هذا النودلز وهذا الهوت دوغ. ياي والله زمان ما اكلت هذه الشغلات اللذيذة. بدي انادي ماما ناديها، خليني اشرب، واو خليني اكل بيضة، واو. اجلس كويس. ايه طيب ماشي والله العظيم اشتقت لهذه الجلسات. يلا يا ماما اجت، يلا خليني انا اكل زيك. والله لذيذ، مين اللي سواه؟ ام كركور اللي سوت هذا الطعام. شكرا يا ام كركور الغالية، اهلا وسهلا، ولا اشتقت لك يا زعرور، وانا كمان. يا اجلس كويس. طيب ماشي مالك عقضبت؟ يا صمت اليوم يا زعرور، شربت شوية ماي. يلا خلص، لا بكرة انا اليوم لاني مريض، بكرة بدي اصوم كل بكرة. طيب وانا كمان بدي اصوم من صلاة الفجر للظهر، انا من صلاة الفجر للعصر. هاي لازم من الفجر للمغرب يا اغبياء انتو الثنين. نعم طيب يلا خلص، طيب ماشي يلا كل يلا يا كركور نسيت اشي مهم. ايش
المهم لازم تحكيه من بعد ما تفطر او اول ما انت بدك تفطر لازم تحكيه كركور اللهم لك صمت انا بعرفه بعدين وعلى رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ياي يلا يلا خلينا نكمل اكل بدي حبب الطوني وانا كمان هاي بدي اكل انا من هاي هذول ما بيخلوش اي اشي يلا على النوم يلا على النوم بكره ورانا سفره بدنا نرجع على المدينه طيب ماشي ماشي يلا على النوم على النوم على النوم يلا خلينا احنا بدنا ننام يلا تصبح على خير يا زعرور يلا يلا وين انا جاي شواني انتوا لسه مش مجهزين اي شيء لا طبعا امبارح جينا قبل كم من يوم بدنا نكون مجهزين كل شيء لسه يوم الصناديق بالخارج والله الصناديق بالخارج وهوني زي الفقراء نعم نعم يلا نام انت مخروس ايه شو بتحكي ولا شيء ولا شيء يلا يلا تصبح على خير وين مكركور لساتك بتنطط بالفطور طيب ماشي يا حبيبي نم 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 ايش هذا ايش ايه بابا اسكت يطلع برا يطلع ناموا برا ناموا برا ايه خلاص ده نام برا جاي عند كركور هذا ريح مخي والله ايش وضع زي الزفت خلاص كركور بعد عني انت كمان بتشخور طيب نم 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 خليني انا اشوف لي مكان كويس بين هالوردات يا سلام تصبح على خير لا 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 شو هذا اللي طلعوا صوتهم كيف سامعين والله اني تعبت والله العظيم لمتى هذه الحالة لمتى إلى متى الحال إلى متى حاليا أنا موجودة في منزل بابا وماما ومش عارفة شو رح يصير بالمستقبل هي بنتي هي جبتلك أنا هاي القهوة يا ماما أنا ما بدي أي إشي ما بدي قهوة أنا كتير قلقانة يا ماما من إيش قلقانة يا حبيبتي يا سوسي لازم أنتي ما تكوني قلقانة زي هيك يا ماما ما بعرف احنا رح نكون متشردين للأبد ونعيش في خيمة ما معنا احنا اي اموال بكرة رح يكون في عندك انتي وزوجك احمد وابنك زعرور مفاجأة جدا اسطورية تفرحكوا كثير كثير ماما خبريني يا المفاجأة خبريني يمكن يكون منزل معقول واو واو كل عام وانتم بخير رمضان كريم بمناسبة حلول شهر رمضان قررنا كل اصدقاء وعائلة احمد البطل وعائلة احمد البطل انه احنا نسوي لهذه العائلة الاسطورية مفاجأة رائعة جدا جدا نعم نعم وحاليا كلياتنا متواجدين احنا امام المفاجأة 100% هذه المفاجأة رح تكيفوا عليها كثير كثير خلاص ما بدنا نطلع صوت شوي رح يجي احمد وسوس وزعرور لا تطلعوا صوت ابدا ابدا صباح الخير اصبحنا واصبح الملك لله اليوم يوم رائع اليوم يوم من شهر رمضان المبارك يوم اسطوري يوم خرافي هذا شهر العبادات فلا تنسوا انكم تصلوا جميع الصلوات وتقرأوا القرآن في كل الأوقات وأنا كمان مبسوط اليوم عشان أنا شلت كل الضمادات أنا كنت متكسر بسبب الانفجار اللي صار في منزلنا وأنا اليوم مستغرب لأنه أبوي وإمي مش موجودين هون امبارح بالليل كانوا يشخوروا يشخوروا بصوت عالي كثير كثير وما عرفت أنام فجأة اختفوا وأنا مش عارف وين هم موجودين والله إشي غريب كثير بس اليوم أول يوم رمضان وفي ناس ثاني يوم رمضان بس احنا عنا بالأردن أول يوم رمضان خليني أنزل أنا مستغرب وين سوسي وين زعرور وين العالم أمي وأبوي وينهم أنا كثير كثير مستغرب بابا بابا كل عام وانت بخير يا بابا أحمد كل عام وانت بخير يا أحمد أوه انت
انت بألف خير يا سوسية. اليوم رمضان بابا بابا، انا مبسوط لانه شلت الضمادات، وانا كمان حتى انا والله يا زعرور يا سوسية. بس يا بابا انا مستغرب كتير. ايش مالك يا زعرور؟ باللي اسمه كركور وام كركور وابو كركور اختفوا مش لاقيهم، وانا كمان والله يا احمد ماما وبابا مش لقيتهم ابدا ابدا. شو اللي صاير؟ اذا الجميع اختفى يعني في مصيبة؟ لا، يا اما في مصيبة يا اما في اشي غريب مجتمعين الكل فيه. والله اني مستغرب. تعالوا معي تعالوا معي، خلينا احنا نركب هاي السيارة سيارة الجد ونروح نشوف وين العالم وين الناس. بابا بدأت انا اعطش، ممكن اني اشرب ماي؟ لا يا زعرور، شو تشرب ماي؟ انت صائم والصائم ما بيشرب ماي ولا بياكل اي شيء حتى يأذن المغرب. انا مستغرب كتير يا احمد، وين العائلة؟ انا مش عارفة. وانا كمان يعني دائما بشوف هوني جوجو، بشوف هوني كأبو كركور، كركور بيلعب، ليلي، جوجو، ولا واحد موجود في هذا المكان. إيه؟ شو اللي صاير هون؟ ايه بابا، هذا مش قهوة ابو شناب؟ اه والله كانت قهوة ابو شناب موجودة في هذا المكان. تعالوا معي افرجيك وين كانت موجودة. وين يا احمد؟ في هذا شو هذا؟ كل عام انت بخير، كل عام انت بخير. شو هذا الاشي؟ جهزنا لك يا احمد ويا سوسو ويا زعرور هذا المنزل مفاجأة. واو يا سلام، شوفوا شوفوا شوفوا، هذا ايش؟ هذا المنزل منزل مين؟ منزل احمد البطل. هذا منزلي؟ مستحيل. نعم هذا منزلك يا احمد، احنا جهزنا لك اياه لان منحبك كثير كثير. نعم يا ابني يا حبيبي. نعم يا ابني، لانك انت تعبت كثير كثير وبتخلي الجميع فرحان، قررنا احنا انك يعني ان نسوي لك هذه الهدية البسيطة. نعم نعم، كركور وكركور مكركور اشتقت لكم كلياتكم كثير كثير. وانا كمان بابا، والله ايش اسطوري وخرافي. نعم نعم، يلا تفضلوا. هاي ما هاي سيارتي كمان، والله بدي ابكي، انا بدي ابكي من الفرحة. انا لا تبكي انت زلمي. نعم انت زلمي، وكل عام وانت بخير يا احمد، وانت بالف خير يا جوجو. يا احمد انا مش مصدق عيوني، كلياتهم اجتمعوا عشان يسوون هاي المفاجأة. والله يا بابا. يلا تعالوا تفضلوا، خلينا ندخل على داخل هذا المنزل. لا لا لا، ادخل انت وسوس وزعرور وشوفوا وخذوا راحتكم وبعدين تعالوا اطلعوا لنا. يلا 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 بابا، خلينا نشوف هذا المنزل. قبل هيك خلينا نشوف المنزل من هذا المنظور. واو، شوفوا ما اجمل هاي النافورة. هذا هو يا سبايك. واو لن يا سبايك، كل عام وانت بخير. بتاكل مش صايم؟ والله يا بابا ايش كتير حلو. نعم، موقع المنزل موقع استراتيجي قريب من منزل جوجو، قريب من منزل اوه كمان يوم مزبطين منزل كوكي كمان. وهي كمان اوه، وين كوكي؟ هيني هيني يا عمو هيني. اوه اي دودو اي اخوي شرار واي الجميع، ما كنت منتبه لكم. بس والله العظيم انه هذا المنزل افضل منزل بشوفه بحياتي، هون في شجرة هون في كل اشي. يلا يا احمد خلينا ندخل ونشوف. يلا يا سوسي، المدخل من هذا الطريق، منجي هون منشوف منزل احمد البطل. والله مش مصدق، هذول فاجئوني بمفاجأة اسطورية. افتحوا افتحوا، ولك يا غبي شو افتحوا، يلا تفضل. واو واو، مش مصدق عيوني، شو هذا؟ هذا المطبخ. واو هذا المطبخ اسطوري وخرافي. والله يا بابا طلع ما اجمل هذا المطبخ، جد انه مطبخ الاحلام هذا. نعم نعم، انا يا بابا شويه يعني بدي اخذ لي شويه حركات بابا. وين الحنفيه؟
هاي بنزح والله مقلب، عملت حالي قاعد بشرب. آه فكرتك بتشرب، على الحقيقة والله كان كسرت راسك. بابا طلع هاي كيكي لبعد الإفطار. نعم نعم يا زعرور، يلا الآن احنا شفنا هذا المطبخ، ولا إنه مطبخ جميل جدا يا أحمد. هاي المقلة اللي برق الشاي، هيون الفاين، هيون كل شيء بدكم اياه موجود في هذا المطبخ. يلا واي كمان هوني الجلسة. واي هون يا بابا القرآن الكريم حتى أقرأ بكل الأوقات. نعم يا زعرور انت بطل الأسطوري. هاي هون الجلسة تبعت التلفاز، مكتوب على التلفاز رمضان كريم زي ما انت شايفين. ولا يا أحمد أجمل منزل بالحياة. نعم احنا الآن في أسعد أوقات حياتنا، واي هون صورنا في كل مكان. والله اشي رائع. هاي هون صورتي انا وزعرور وسوسي واحنا قاعدين بنتشمس، وهي هي الغرفة الاولى، وهي هذا المطبخ، هي هذا البيانو، وهي هون كل شيء. وهون عشان قبل ما نطلع نشوف نفسنا على هاي المراية، نشوف لبسنا ونظلنا طالعين. شكرا العفو. والله اشي رائع. يلا يا بابا على بعده على بعده. اوه هذه هي المكتبة، احنا بنجلس في هذا المكان وبعدين بنقرأ الكتاب. والله يا بابا ايش مرتب زيك، بصير اتثقف انا واصير مثل العالم اندرتيكر. شو ما تصير مثل العالم اندرتيكر ولك بعد، تعال لهون. ايش في هذا المكان، خلينا نشوف. هذا الكراج، شوفوا واضعين لنا كل مستلزمات السيارة، الفيول اللي هو البنزين، وكمان هاي هون كل اشي، وهاي هون كل اشي، هون المعدات والمفكات والبراغي. شكرا العفو. والله اشي رائع كثير. والله يا بابا ان كل اشي جميل. يلا لسه احنا ما شفنا اشي من المنزل، تعالوا معاي خلينا نكمل. واو هاي في هون طلعة، انا تهت بالمنزل، شو هذا، ايش في هون كمان. اوه يا حبيبي المنزل كبير جدا. والله يا احمد اشي كتير حلو. يا بابا تعال شوف في هذا المكان ايش فيه، انا مش عارف. مرحاض. اوه والله هاي مرحاض، لازم احنا نسكر الماء عشان نحافظ عليها. نعم لا لا تسرف بالماء لو كنت على نهر جاري. والان بابا الله اني مبسوط. والله وانا كمان. يلا اينا خلصنا من هون، هاي صورنا كمان بكل مكان، هون في كتب كثير عشان نقرأ، وانا يا بابا الحاسوب تبعك. اوه نعم ماوس كيبورد الشاشة والكمبيوتر وكل شيء. خلينا اشوف هون شو هذا، كأس الجلوس، هذا لازم اعطيه لابوي. يلا تعالوا معي. بابا بابا استنى شوي. ايش مالك يا زعرور، منسي ما شفت هذول. واو والله ما انتبهت عليهم، هذول هم الاسماك، هذول كلياتهم سمكاتي وحبيباتي وقرايبي وكل شيء بحياتي. اوه نعم واضعين لنا حوض سمك، حوض ماء في منحط فيه سمك تحت الدرج. والله هذا المنزل كثير 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 اسطوري. يلا بابا خلينا نطلع فوق. يلا وال غرفة المنتسبين. واو هاي هي غرفة التعليقات. والله يا بابا حلوة فيها وردة. اطلع. والله حلو، شربت شوية مي قرف لي قرفك، شايف شو لون المياه انت. ايه خلص عادي بابا. يلا خلينا نشوف، هاي فيوني شلال صبار، واي هذا هو التعليق، خلينا نقرأ. يلا مكتوب، السلام عليكم، انا تامر من السعودية. اهلا وسهلا بتامر من السعودية وبكل الدول العربية، الاردن، السعودية، مصر، العراق، سوريا، الكل الكل الكل، وفلسطين يا احمد ألا ينصر اهلنا في غزة ويقويهم على الكلاب. نعم 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 يا بابا. يلا يلا خلينا نكمل هذا التعليق. يلا مكتوب، انا كثير بعشق عائلة احمد البطل، وانا واخوي سامر. اوه اسمه ثامر واخوه اسمه سامر. يا سامر يا تامر يا سامر. خلص اسكت. يلا انا واخي سامر بحب زعرور واختي الصغيرة كل يوم بتتفرج عليك، وانا واخي سامر بنحب زعرور واحمد السوسي. شكرا شكرا يا سامر يا تامر. والله شكرا لك كثير. وهذا هو التعليق. يلا خلينا نكمل، المنزل كبير جدا، غرفة المنتسبين.
هون احنا لسه لازم نضع المنتسبين، فاللي بده ينتسب بالقناة في كبسة جنب الاشتراك اسمها انضمام او انتساب او جوين، اضغطوا عليها وشوفوا الثلاث افرقة، فريق زعرور، فريقي انا، وفريق سوسي. 100%. واو، بلكونة اسطورية في مسبح. والله بدابك من الاشي الرائع هذا. والله يا بابا كل اشي اسطوري، وانا هي هيك انا بس لاخلي غفوة هون قبل اذان المغرب حتى ما يجي اذان المغرب واكل. نعم، خلينا نشوف ايش في هون كمان. جريل، فحم، مقعد. اوه طلعوا المطل هذا ما اجمله. هاي منزل ابو سوسي، هاي مطعم سوسي، وهي هذا نادي جوس، هاي النادي تبع جوس، وهاي هذا منزلنا القديم وقريب قريب منزل ابو كركوري. يعني احنا موجودين في وسط المدينة جنب كل المنازل تبعت اصدقائنا وعائلتنا. والله بابا يلا نكمل. يلا يا زارور، منزل كبير جدا. خلينا نشوف هوني في صور صور صور. وين ده حط انا المقر السري تبعي؟ ايش ولاش يا بابا. سوسي، هاي غرفتنا. واو ما اجملها، ولا حلوة كتير يا احمد. نعم والله يا سوسي، غرفة اسطورية، غرفة خرافية. هاي هوني السرير. ايش في هوني يا بابا؟ ايش بعرفني منحط في هذا المكان يا زعرور مرحاض. والله حلو كتير كتير. نضع في هذا المكان مرحاض. ايش في هون؟ والله يا احمد بدي ابكي من كتر ما هو هذا المنزل جميل. ليش بتبكي انت؟ عشان جوعان. يلا يلا يلا. هاي هوني وول، هذا التلفاز ده ضلني اتابع عليه بابا. تطلع هاي هوني الكراسي والكنب الموجود هون بالالوان الجميلة، انا بدي ضلني اتابع التلفاز. هاي لا تقترب عن التلفاز يا زعرور عشان عيونك ما يتأثروا. والان هوني في غرفة زعرور. يلا. ليش تبكي؟ لاني جوعان. يلا يلا، فكرته عشانه فرحان. يلا خلينا نشوف. واو والله حلو كتير. هاي كمان طمطم، هاي همستوري، هاي هوني العاب ابطال الخارقين. ايه استنى شوي، ايش في يا بابا؟ ايش هذول النافذات بودوا على وين؟ على غرفة ليلي. ييه لا 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 لا، تنبسط عشان تطلع على ليلي يا وقح يا قليل الادب. لا يا بابا لا تحكي هالكلام، نعم منسكر بالخشب يا احمد لانك انت قليل ادب واحنا في شهر رمضان. فشلت الخطة. يلا طيب خلينا نكمل احنا. هون شفناه شفناه شفناه، خلصنا المنزل بابا بس ضاي للمسبح. يلا يلا على المسبح. واو اي لا تشرب مي من المسبح، جد انك قليل ادب بابا والله عطشان. يلا يلا يلا، قفزة الفيل الملتهبة. هاي ولك يا كلب يا حيوان، تعال قدم قدم لا تجي هون. مسبح اطفال في كمان؟ نعم والله، ايوه هذا مسبح اطفال زي ما انت شايفين، وهي هون يجمع العيلة. بنجي هون وبنجلس احنا في هذا المكان. هاي ليش بتبكي؟ لاني جوعان. يلا يا سلام ما اجمل هاي القعدة. والله لو نلاقي هيك دجاجة يا بابا نشويها على هالنار والله تطلع عشي شكبستن. والله يا زعرور بعد بعد انت. هيو هذا هو كل المنزل. جعان. شو اللي سويتي يا سوسي؟ ولا ما بعرف يا احمد، خلاص كمل كمل يمكن زعرور صابه شوية كسور. بعد خلينا اشوف. ماما ليش؟ شو هذا؟ شو انت بتغرقي قبل ما تنزل في المية يا سوسي؟ لاني بخاف شوية من المسبح. يلا يلا الان خلينا احنا بدنا نكمل ونشوف. بابا والله منزل جميل. والله يا زعرور من اجمل المنازل اللي شفناها بحياتنا. يلا خلاص خلصنا من هذا المنزل، خلينا نطلع احنا ونتشكر هون. وصحيح غدا اذا انتوا وصلتوا هذا المقطع اعلى عدد من اللايكات واعلى عدد من الاشتراكات واعلى عدد من الكومنتات، احنا شو راح نسوي يا بابا؟ راح نزين هذا المنزل
المنزل بزينة رمضان ونخلي هذا المنزل أجمل منزل بالعالم. واهو يا سلام. نعم نعم شكرا شكرا جزيلا لكل هذه العائلة وكل هذول الأصدقاء، لولاهم احنا الآن متشردين ما عندنا منزل. أولا يا أحمد تعالوا تعالوا معاي خلينا نشوف احنا قهوة أبو شناب. يلا والله يا بابا. مغلقة للصلاة، هيا والله شكلها أسطوري وخرافي، والله أكبر من هذيك القهوة يا بابا رح تكيفوا فيها. أولا أحمد رح أدن أدان الظهر. تعال يا زعرور لازم نلحق احنا على الصلاة. والله يا بابا يلا روح روح على الجامع. يلا يلا أكيد رح نلاقي احنا أبو شناب ونلاقي كلهم موجودين بالصلاة الآن. هي لسه يا بابا ما أذن بس احنا لازم نكون أسرع من الجميع. أكيد أكيد يا زعرور. وأيو هذا هو الجامع، هذا هو المسجد، أيو موجودين هون يا أبو شناب واتبعون القوالة. والله يلا يلا تعالوا نصلي. يلا يلا هذا اليوم أجمل يوم، كل عام وأنتم بخير.